السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة إيميغو 24، معكم زلفا. اليوم جيتكم بموضوع جديد اللي غادي يهم الكثير من الناس. هذا المشكل هذا كيعاني به الكثير من الجالية المغربية، هو كيكون يعني بعض الناس كيشريو ولا كيستثمروا النقود ديالهم في المغرب، تيشريو بها أرض أو منزل، فكيتم الاحتيال على هاد الأرض هادية ولا على هاد الناس هادو اللي كيشريو هاد البقعة الأرضية أو المنزل في المغرب. فمعنا مينا اللي كتمثل الجمعية ديال الجالية بلغو ماروكا pour le droit et la justice في بروكسل. السلام عليكم أخت مينا، مرحبا بك معنا في قناة إيميغو 24. أخت مينا، ممكن تكلمي لنا أكثر على الجمعية؟ شنو هما لي دمارش اللي كديروا في الجمعية؟ وكيفاش جاتكم الفكرة أنكم تديروا هذه الجمعية من الأساس؟ السلام عليكم، وكنشكر موقع بوابة المغاربة العالم اللي استضفتنا اليوم باش نتكلموا على الجمعية الجالية المغربية للحق والقانون ببلجيكا. هذه الجمعية اللي كتجمع كل مواطن ومواطنة الجالية المغربية المقيمة بالخارج عامة وببروكسل خاصة. والهدف من تأسيس هذه الجمعية هي تسليط الضوء على المشاكل والمعاناة الجالية المغربية المتضررة في حقها، واللي كتعاني بمشاكل كثيرة، كتعاني بمشكل النصب والاحتيال من طرف أجهزة إدارية وقضائية اللي ترتبط عليه ضياع حقوقهم المادية والنفسية والمعنوية والصحية. وعندنا شهادات وجمعيتنا في حوزتها بيان ووثائق كتثبت بوجود أشخاص كتجاوز القانون وكتسير ضد التوجيهات الملكية السامية بخصوص العناية بالجالية المغربية ومحاربة الغش والنصب والاحتيال. جمعية شخصنا عدد كبير من ضحايا ملفات العقارات، سرقة الممتلكات، تراكم الملفات أمام المحاكم بدون متابعة ولا اهتمام ومنذ سنين طويلة. كاين تعقيد مساطر الاستثمار والتلاعب بالجالية المغربية. في حوزتنا شهادات كتثبت بأن كاين مشاكل مع بعض المحامين، الموثقين، القضاة، الإدارات، المكاتب الإدارية والقضائية مع الموثق، مع اسمحوا لي المحافظة، الضرائب. الجمعية قامت بمجموعة من الاجتماعات ودخلت في نقاشات وحوارات في مواقع إلكترونية وتسجيل فيديوهات كتبين بأن كاين مشاكل مع العدالة ومع القضاء في المغرب. كنتي تكلمتي لي على واحد المشروع اللي راكم دابا كتمشوا فيه وكتحاولوا انكم تصلحوا فيه بعض القضايا بعض القضايا والشكاوى اللي كتجيكم في الجمعية. هل ممكن تكلمي لنا اكثر على هذا المشروع هذا؟ نعم، عندنا مشروع عمل ومتشبتين بتحقيقه مع الجهات المسؤولة في أوروبا وفي المغرب. كنطالبوا الجهات المعنية أنها تخصص لجنة في كل المحاكم المغربية تضم مسؤولين نزهاء في الميدان الإداري والقضائي باش يكون اهتمام ومتابعة لكل شكايات الجالية المغربية، وتفتح تحقيق ضد الجهات الانحرافية منظمة من مافيا الممتلكات باش تدافع على حقوق الجالية وتعطي لهم معلومات باش تحميهم، باش يحميوا المصالح ديالهم والممتلكات ديالهم. وكنطالبوا أيضا من كل القنصليات أو السفارات في كل أنحاء أوروبا أنها تخصص إدارة خاصة للجالية المغربية باش تهتم بالشكايات وتتدخل في الموضوع وباش تلقى حل فعال وعاجل والنظر في أي ملف وقضية. كان نطالبه كذلك أنه يكون تعاون مستمر ما بين كل الجهات المعنية والجمعيات الفاعلة في هذا الميدان للنظر في الموضوع والتدخل لإيجاد حلول. وكان طالبه كذلك الجهات المعنية والمسؤولين لا في أوروبا ولا في المغرب أنهم يكون تنسيق ما بين مثلا القضاة، العدول، الضرائب، المحافظة، كل الجهات يكون تم تنسيق، لأن ما خصش هذا الوضع المؤلم في بلادنا يستمر. هذا الشيء خطير، خصنا نقضيو على هذا الطاعون ونقضيو على هذا الفساد.
لأن الملف الجالية والمشاكل هو ملف اجتماعي بالأساس ومن الأولويات الجالية المغربية وما نقصهاش أصلا والناس اللي ينصبوا عليها. لما كت يعني لما كتديروا الشكايات واش هاد الشكايات كتواصلوا ب يعني ب ب بجواب كيكون ايجابي ولا ما كتواصلوش نهائيا يعني حتى شي سويت ديال هذا المشكل هذا؟ واش ملي كديروا الشكايات كتواصلوا بشي اجابه؟ راسلنا عدة جهات في أوروبا وفي المغرب باش نبينوا أنه كاينة خروقات ثابتة في ملفات قضائية بالنصب والاحتيال والتزوير وباش يفتحوا تحقيق ضد الجهات الانحرافية باش لإنصاف أصحابها ولاسترجاع حقوقهم. لكن مع الأسف ما كاينش شي جواب تقليدي اللي كيقول رحنا اتصلنا بالملفات ديالكم وهادي نهتموا بالأمر، ما كاين والو من هاد الجهة. وحنا كنطالبوهم أنهم يفتحوا تحقيق ضد هاد الجهات الانحرافية باش هاد الوضع والمسلسل ديال الفساد يتوقف في بلادنا، لأن المغرب ديالنا بلد الحق والقانون، خصنا نعطيو واحد نظرة إيجابية على العدالة في المغرب. وكاين عدد كبير من المستثمرين اللي استنجدوا وزير العدل والحريات، وزير الهجرة، وكيل الملك، أمين العام المجلس الجالية المغربية بالخارج، عدة منظمات، ولكن لحد الآن ما كاينش مبادرة لإنصاف الجالية المغربية المتضررة بالخارج. نعم، بغينا تهضري لنا على شي نموذج. كنتي تكلمتي لنا على واحد الشخص اللي هو تم النصب عليه والاحتيال كذلك، ممكن تكلمي لنا عليه اكثر؟ لان هو عانى كثير، يعني شحال هو كيجري انه باش يسترجع الممتلكات ديالو، ولكن ما كاين حتى شي اجابه وما كاين حتى شي ايجابيات في القضيه ديالو. هذا نعرض عليكم واحد النموذج من بعض الشكايات الجالية المتضررة بالخارج واللي كتعرض لعملية النصب والاحتيال والتصوير في المغرب. عندنا مستثمر مغربي قضى أزيد من 16 سنة ما بين قاعات وجلسات المحاكم الابتدائية والاستئناف والمحافظة والضرائب والإدارات العمومية والقضائية إلى آخره، حتى لمدة منذ 1999. وسنوات الانتظار انتج عليه تأخير الاستثمار اللي كان هذا يخلق واحد فرصة شغل لأزيد المئة عائلة، ولكن للأسف وقع هذا المستثمر بأزمة مالية انتجت عليه بيع ممتلكاته، وبالتالي باش يغطي المصاريف الإدارية والقضائية. تعرض هذا المستثمر لعملية النصب والاحتيال والتزوير من محاميه ورجل قانون في مدينة وجدة اللي كان كينوب عليه ويمثله في قضيته مع الموثق، وكان على علم أنه كيعاني بمشاكل نفسية وصحية اللي كانت كتمنع عليه أنه يحضر في الجلسات ولكن اللي متواجدة في المغرب. وهذا المحامي استغل الضعف والمرض والبعد على وطنه باش يتلاعب بالمصالح ديالو كما يحلو له. فمثلا كان كيرفع دعاوي باختياره بلا ما يعلم ولا يستشر هذا المستثمر المغربي. كان اشترى واحد العقار وكان هذا العقار خالي من اي مكتري، وخد واحد مستحقات ديال الكراء بمبلغ 60 مليون اللي ما دفعوش كمستحقات للضرائب، وكانت باسم هذا المستثمر المغربي. والشخص المعني بالامر كان شخص اخر، اللي كان هذا الشخص الاخر داير تصريح لاداره الضرائب لانه مستعد انه يدفع هذه المستحقات ديال الضرائب، ولكن كاين رفض مطلوق من اطلاقا من هذه الاداره الضرائب، ولحد الان الاسم ديال هذا المستثمر عالق في اداره الضرائب. بنفس المسطره القضائيه استعمل هذا المحامي تبليغ في واحد العنوان ماشي العنوان ديال هاد المستثمر، وتجرأ أنه يحجز الحساب ديالو البنكي بمبلغ 50 مليون إلى حسابه الخاص، إلى حساب الخاص ديال المحامي. فهل يعقل أن هذا المحامي يرفع دعاوي بدون
تبليغ ولا علم هذا المستثمر حتى يتصل باتصال من الوكالة البنكية بالناظور اللي كتخبره بأنه عنده حجز وأمر من المحكمة التجارية من وجدة أنه حجزوا البنك دياله، فهذا فعلا تسلط واحتيال ونصب وتزوير. خص هذا الوضع يتحد وهذا المسلسل ديال الفساد يتحد، هذا شيء ماشي معقول. الجالية راه كتعاني وما كانش شي واحد اللي كيمثلها او لا تساند هاد الجالية المتضررة. وبالمناسبة كنشكر بوابة المغاربة العالم اللي نجزت روبورتاجات ومسلسلات واللي كتساند هاد الجمعية، وشكرا.